عليكم غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ غزالات ديالي اليوم جيتكم من الصقه. لا لا، اليوم ما كاين غير بالرشيشان. المهم البنات، بغيت نوريكم واحد اللعيبات. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، هذه شي تاع السنان كتشارجا، كانت ب 49 ولات ب 20. هذه هي لا مارك ديالها، سمارت سونيك، راه معروفه البنات سمارت سونيك. كاينه في النواغ وكاينه في البلون. ها هي الكحل والبيضاء البنات، زوينه اللي بغاها. هذيك وحده اللي عزيز عليك، هذا راه داير الانجيبوطي البنات، شفتوا؟ وداير حتى هادو اللي كيجيو فوق الفوتوي بحال هكا، داير لهم غير 90 اورو. عرفتوا هذا جا حدا مول الفانير، الشارع اللي انفصل نيتو. عرفتوا البنات، راه مول الفانير بيجامات الغزالات. شو غادي نوريكم واحد اللعيبه دير فيهم الانجيبوط. شوفوا هذا على 2 متر و20 على 2 متر. ها البنات، فيها 2 متر و20 على 2 متر و40، 20 اورو. هذه اللي كترمي فوق، ما فيها لا مخدات لا والو، هادو هما اللوينات. هذه كتلوحيها فوق مثلا الناموسيه، كديرها فوق الناموسيه البنات وكتلمطي. ها فوق الناموسيه المخدات، زوينين والله الا زوينين. ها انتم الا خصكم الغزالات، ها انتم 3 اورو انجيبوت. هاد لا مارك ديال كاسترو، شو البنات دغاي اول لا ورا ماركه، هادي كاسترو راه ماركه زوينه. شو البنات، ها هما بومبي. يا ملي تشوفوا القدم دائما كنقولها لكم، ملي يكون بومبي عرفوا القضيه زوينه. ها انتم البنات شفتوا السوق فيه الهميزات، الصراحه كيعجبني البنات السوق بهاد الهميزات اللي كيجيب لينا البنات. ولكن غير الصور عند ولاد عمر. ها انتم اختي، ها انتم، راه هادشي غير بلاستيك ولكن في الحطه كيجي زوين، في الحطه كيجي بزاف. شي الاناناس الا زدتي هذا يجي زوين. الله الا زوينين، الله يعطيك الصحه الزينه ديالي. ها انتم اختي، هادي ما عرفتش شنو هي، فاسيس داس ديالها ديال التحت. اليس جود. المهم البنات، ها انتم شوفوا شحال زوينه، 3 اورو شفتوا. صراحة كيجيبوا حويجات زوينين، شوفوا هاد الطحانة هادي، داس بي فيل كوستت؟ ديزا دغاي اويغو، شي دغاي اويغو والله يشون ناين ايش طويا، 3 اورو كطحن البصلة، كطحن كلشي. شوفوا البنات زليفات دغاي اويغو، هذا دايما كيجيبها البنات الهميزات. دابا هادو فيهم 6 ب3 اورو، ديري فيهم فلان، تعصري داك الليمون وتحكي خيزو. الصراحة والله العظيم كيجيبوا شي حويجات فنين، كيحمقوا. ها انتم شفتوا البنات، البنات شوفوا هذه ديال العطرية، فيا شتوك بأين أورو، جوج ثلاثة أربعة. نهز البنات نهز العطرية ديالي، ها انتم العطرية ديالي كل وحدة ندير فيها وحيدة. وشوفوا هنايا البنات 5 اورو وبوينا كاليدا ديال اينوكس. هادو شوفوا البنات، ها هي هاد لا مارك بلجيكا، والله الا شريتهم انت ب 10 اورو. شوفوا البنات فيهم 6، شفتوا صغورين. باك فيه شحال؟ باك شحال فيه؟ 6، كلشي 6 6 6 فيه 6 ب3 اورو. ها انتم البنات الصراحه كيجيب حويجات زوينين. زايد غاي فيه. انا جيت عند زافير هنا نشوفوا الاثمنه اختي، وناخذ الخضره نتاع اختي الكسكس، ونشوفوا واش داير شي انكيبوت واش داير. المهم التشين عنده هنايا 99 سنتيم، التفاح 99. انا هذا ما ننصحكمش به، لان شوفوا كي دايره البنات، وزيد عليها والانسان كيبقى يقطع وكيخلي تما. الفريزه البنات 2 اورو 99، البنات العنب 79 سنتيم. غير نتوما شوفوا لتحت والفوق 79، ها هو طغوبن. شو البنات الليمون هذا زيتونه فيها نص كيلو البنات ب 89 سنتيم، غير هو كيف ما قلت لكم شوفوا مزيان هذا الشيء، هذا واش خاسر؟ قلبوا رزقكم اللي غادي تشريو. ها انتم البنات زالت 89 سنتيم، وانتم قلبوا مزيان يا اختي من الزفير، ها فيها نص كيلو العيالات. ها انتم تلاح اختي البنات، ها هو السفرجل اللي كيعجبو، السفرجل داير 2 اورو و 49، شفتوا البنات 2 اورو 49، تلاح الكيلو اورو 99. تبارك الله ما شاء الله، فكرني بالتلاح، هذا راه ديال المغرب البنات، كيجي من زاكوره. المهم بالنسبه للكيوي فيه كيلو اورو 69، كيلو هذا كيلو اورو 69، لا غنى على مسكين. ها انتم البنان اورو 39 البنات، البنان اورو 39. انا غادي ناخذ خيزه اختي، غندير كسكسو اليوم
واخا داز عليا الوقت اليوم مشيت بقيت كنقلب البنات الدواء لبناتي مع بنتي مريضه ما لقيتوش في المصانه اللي كنمشي كتقول لي يا كاتاستروف قالت لي راه الدواء والو كلشي مريض والله العظيم سمحونا كندور عرفتي ضاع عليا الوقت غناخذ خيزو البنات داير اورو 19 فيه كيلو والصراحه زوين دقيقي ما فيه حتى شي حاجه انا راه كندور كارت اختي راه غنعطيهم الفلوس ماشي الحجر اختي رزقي رزقي اختي رزق وليداتي الفلفله اورو 19 هانتوما اختي هادي باش كديري الدولمه هاد الفلفله هما عندهم البنات هادي اللي بغى يعمرها بالروز والكفته وداك الشيء كاتبين عليها دولمه الدولمه هي هادي كيعمروها كتكون يعني كبيره وخاويه يعني فيها الخاويه المهم ها هي ناخذها لبنتي حمقاتي فين ما مشيت نقول لك ماما ما جبتيش ليا الفلفله المهم خليكم معايا البنات ديالي زوز كارطوفل بطاطا حلوه ديري لها اورو 79 في السوبر مارشيات كاملين ديال الاتراك كلهم ديري لها 2 اورو شي حاجه ناخذ غير وحيده بحال هكذا انتم البنات ها هي وبالنسبه هنايا كارطوفل فيها 2 كيلو ونص باورو 79 ولكن البنات قلبوا الخنشه مزيان لا تكون قديمه لا تكون مخيخه خاسره لا تكون شي حاجه باش ماشي تديها للدار وعاد تبقاي تقلبي فيها البنات دابا كنقلب على القرعه الحمراء ما لقيتهاش ما عندهمش القرعه الحمراء نوريكم واحد فاتح الشهي الشهيه واحد العشوب زوين بزاف راه عند البنات زافير راه كاين هنا ها انتم كيف ما كتشوفوا ها هو فاتح الشهيه شو البنات راه مكتوبه هنايا هذا البنات داير بحال اتاي كيف تحرك الشهيه بالنسبه للناس اللي ما مفتوحاش لهم الشهيه بالنسبه لوليداتكم اللي ما كياكلوش اللي ما كياكلوش كاع مساكن ماكلتهم قليله كاين هذا مسحوق الروزماري مسحوق الروزماري ها هو اللي كتقلب عليه راه كاين هنايا وكاين هذا اكليل الجبل شو اكليل الجبل البنات اللي كيقلب على اكليل الجبل راه عنده هنايا ومكتوب كلشي بالعربيه البنات مخير نوريكم راس الحانوت راس الحانوت مكتوبه بالعربيه راس الحانوت البنات شفتوا ها هي الصراحه عندهم حتى ماشي شي العيبات اللي ما كنلقاوهمش مثلا عند مغاربه اللي ما كتلقايهمش شي بلاصه اخرى هذا الخشخاش بذور الخشخاش راه كاين هذا حتى في الدي ام الخشخاش موجود الريحان ها نتوما كيف كتشوفوا عندهم العطريه هنا شي حويجات كيف ما قلت لكم ما كاينينش عند المغاربه كاينين هنايا شوف البنات كتجيو لهاد البليصه هاد البليصه كلها اللي فيها هاد الاعشاب وداك الشيء غتلقاهم هنايا هادي البنات الكرويه هادي المغرب الكرويه هادي كرويه ها نتوما شتو البنات البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا عنده الكلاوي 3 اورو 49 كاين هنايا القلب كاين المهم ها نتوما الاثمنه غنخلي لكم الاثمنه هنا وشوفوا ها نتوما الغزاله ديالي جي كيلو البنات 3 اورو 99 دار 6 اورو 49 البنات كيف ما كتشوفوا هاد الفخايدات هادو 2 اورو و 79 الكيلو الجنيوحات اورو 3 اورو 49 الكيلو المهم الغزالات انا خدامه معاكم ها نتوما كيف كتشوفوا غادي نشوفوا البنات كسكوتوس شوف كسكسات اللي ما حداهش افباك وحداه زافير حتى هو كيجيب هذاك الفرماج حتى هو فيه 50 وحده وحلال وفيه 700 غرام دوري دوري نوريهم ماركه ديال جودا ها هو ها انتوما هذا عاوتاني كودا ها انتوما كيف ما كتشوفوا ها هما راه عنده هنايا البنات شفتوا البلاصه ديالي عرفتي طرا لي واحد الموقف وبغيت نقولها لكم وبغيت نعرف وقولوا لي ويلا هادشي فيه تجبد الودني جبدوهم لي المهم الغزاله انا كنت غاده بالطوموبيل واقفه في واحد ستوب جا عندي واحد الراجل كبير راجل كبير ما عاد شاري خضره في بعض واحد الميكه صغيره ولا ما عاد شنو شاري في ديك الميكه يمكن تركي على ما اظن الله اعلم ايوا البنات وكيدق عليا في الجاج ديال الطوموبيل غدا مشيت جبت بنتي مع ما كاينش اليوم الاوبان وكيدق عليا البنات كيدق عليا كيقول لي واش نطلع قلت له لا انا الصراحه بقى في راجل كبير مسكين راه زعما ماشي مشكل ولكن الانسان كتخافي دابا الدنيا تبدلات ما تعرفيش شفار مع شي اصابه قمار دير لك شي حاجه يقرا عليك يقرا عليك كي كيقولوا لي هادوك اللي كيقراو عليك داك الشيء تصدقي حاطه اللي موراك واللي قدامك فهمتي والله العظيم قولوا لي انتم واش عمركم شي مره طرات لكم ولا رجالتكم عاودوا لي بغيتكم تعاودوا لي في لي كومونتير يعني جاتني بيزار هاد الحاجه دي هنا في اوروبا راه ما كيديروهاش يعني هاد الراجل الكبير هذا بقى فيا مسكين ولكن ما نقدرش نطلعو معايا ما عرفتوش شكون انا وليت كنخاف من بنادم والله
الانسان في هذا الوقت راه ما تقديش تعرفي من الخايب من المزيان ديالي، فهمتوني؟ تتقولوا لي ردوا عليا في لي كومونتير. مهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا، والله العظيم الى اليوم الدواء ما لقيتوش نهار كامل وانا كنقلب. ملي خرجت من الصباح وانا كنجري راه دابا تقريبا شي 22 وانا برا، عرفتي رجليا ركدوا عليا. علاش؟ لان الطريق عامره، كتبقي غدا وكتوقفي نهار الثلاث والجمعه كتكون الطريق عامره وما نقدرش نتحرك بلا طوموبيل، لاني خاصني نقضي شحال من حاجه وحاجه، خاصني نتقدى شحال من حاجه وحاجه. عرفتوا البنات تهلكت هذا ما يطاحو، خاصني عاد نجمع وخاصني عاد ندير الغدا. دي عمرها كانت في التاريخ انا 11 ونص كنكون في داري، كيكون 12 ونص كتكون الغدا واجده كلشي مجموع. ولكن بعض الاحيان الانسان راه ما عندوش كي غيدير. بصح انا كندور غير في الفرماسيانات، من الفرماسي للفرماسي. المهم الحمد لله على كل حال. مهم الغزالات ديالي، هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، غير قبلوا عليا لان الطريق عامره وراسي عامر وبزاف د الحوايج. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا عند حسن ظنكم. المهم نتمنى لكم البنات كل الخير والسعاده، وما تنساوش بارطاجيو العيالات، بارطاجيو اخواتك، يجي حلي الباب بارطاجيو البنات، وما تنساونيش بلي لايك لي كومونتير. يلا خليكم معايا البنات ان شاء الله حتى الفيديو الجاي، وباي باي عليكم وجمعه مباركه.